انا الله يبارك فيك، ده فضل وكرم من عند ربنا كبير طبعا. بقول هارد لك لفريق الترابي، طبعا فريق معروف في افريقيا ومصنف، بس احنا درسناهم كويس وعرفنا نقاط القوه ونقاط الضعف وقدرنا ان احنا نحفظها، ونزلنا النهارده ربنا كرمنا بثلاث اجوان. كان ممكن كمان الاهداف تزيد اكتر، بس الحمد لله النهارده على النتيجه والاداء. وده شوط اول خلص هنا في الرادس، ان شاء الله الشوط الثاني بنقدر في مصر نذاكرهم اكتر ويطلع بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. اليوم الفرق في المهارات، في الاداء الجماعي، في الجانب الذهني، اليوم كيفاش تحكم على المباراه وانتجت المباراه؟ طبعا احنا كنا مركزين جدا وعارفين ان الفريق الترجي فريق كويس، فريق مصنف في البطوله الافريقيه. قدرنا نذاكرهم كويس وقدرنا ان احنا نعرف نقاط القوه ونقاط الضعف. النهارده كان في تركيز جامد قوي النهارده من اللعيبه كلها، من اول المهاجم لحد الشناوي، وكنا بنتكلم مع بعض وكنا كنا على قلب راجل واحد، فالحمد لله ربنا كل تعبنا كله بخير وطلعنا بنتيجه ايجابيه. اليوم تقريبا نجاح كلي للفريق الاهلي هجوميا، اللي هو ممكن من المرات القليله اللي الاهلي ينجح بالصفه هذه، خاصه في مسابقه رابطه الابطال الافريقيه. هل هذا كان عامل تركيز كما قلت انت، او كذلك فريق الترجي التونسي ما كانش حاضر كما ينبغي؟ بص، هو النهارده اللعيبه كلها كانت مركزه ان احنا نطلع بنتيجه ايجابيه. احنا زي ما قلت لك الفريق الترجي احنا عارفينه وحفظنا الفريق كويس وعارفين نقاط القوه ونقاط الضعف بتاعتهم. فكان في احنا النهارده يعني ربنا كرمنا بثلاث اجوان، دي نتيجه ايجابيه، كان ممكن كمان تطلع باكتر من كده، بس الحمد لله يعني ربنا طلع الماتش كده، وباذن الله نقدر في مصر نعوض الكور اللي ضاعت ديت، نجيبها ونعوضها في مصر ان شاء الله. موسم ناجح للاهلي المصري، سوبر، بطوله تقريبا في الجيل، ورابط الابطال الموسيقى المفضله للاهلي المصري تقريبا مع هو لحد دلوقتي. الحمد لله ربنا معانا وموفقنا، عشان احنا دايما التوفيق ما بيروحش الا للمجتهد زي ما بيقولوا. احنا بنجتهد وبنتعب وبنعمل اللي علينا وبنذاكر كويس، بنتمرن كويس قوي وبنشتغل على نفسنا كويس قوي، فطبعا ده كله بيكلل تعبنا في الملعب. فباذن الله باذن الله يعني احنا نفسنا نكمل البطوله ديت على خير وناخدها ان شاء الله. فقر من سان داونز، اتمنى سان داونز لحتى والله اتمنى اي حد سان داونز او وداد، انا اتمنى البطوله بس. شكرا حبيبي.